حقيقة مرحلة الطفولة كانت يمكن نحن سابقا مو مثل العالم التكنولوجي الحالي، كانت حياة بسيطة، يمكن الأم هي اللي كانت تخدم في البيت ونحن ننظر للوالدة كيف تطبخ وكيف تغسل وتقوم بأعمال البيت. وطبعا أمورنا طبيعي، يعني في المجتمع كان في تواصل بين الأهالي وتواصل لعب في نطاق الحي أو الفريج. تعاملنا يعني يمكن نحن عشنا في بيئة، بيتنا يمكن بالذات يعني الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه كان من أوائل العلماء في خرفة، كان خريج جامعة الإمام سنة 66، وكان يعني يمكن بيتنا بيئة علم. يمكن نحن وكذلك يعني يمكن كثير من المبادئ والقيم ترى يعني تعلمناها في البيت من الوالد رحمة الله عليه. كانت يعني حياتنا بسيطة، ما في تكلفة، يعني حتى يمكن كان الواحد هذا إذا يعني شاف التلفزيون كان في وقتها يعني شيء يعني خيالي في ذاك الوقت. لكن الآن يمكن تغير الوضع، يمكن لعبهم يختلف. احنا كنا لما ينزل المطر حتى كان يعني الواحد يمكن أمام بيتنا ما شاء الله يعني في المنطقة اللي هي اللي احنا كنا ساكنين فيها، الألعاب كان في ذاك الوقت يعني يمكن بسيطة، مو مثل الآن الألعاب الإلكترونية والألعاب اللي موجودة، كانت هي عبارة حركية معظمها، لعب المكسي اللي هي الغميضة، نلعب نتخبى عن بعض، اللعب اللي هي التيلة كانت موجودة عندنا سابقا، الألعاب البسيطة جدا. يعني يمكن نحن ما كان عندنا الألعاب الإلكترونية ولا كان عندنا الألعاب الحركية زيادة، إلا هذه اللي موجودة يعني بسيطة. والله حقيقة يعني ممكن مرحلة الطفولة يعني اللي أكثر أثر فيني يمكن الوالد رحمة الله عليه حقيقة، وعمي، يعني يمكن لأنه بحكم عمي والوالد كانوا قريبين، يعني نحن في مكان واحد، بيت عمي ملاصق لنا وكان في باب بيننا. عمي أبوي كان عنده طموح العلم الدراسة، وحتى هو يعني لما تخرج كان عمره 50 سنة في ذاك الوقت وهو صغير يدرس ويتعلم. عمي كان عنده طموح وعنده الميكانيكا والإصلاح، وعنده يعني لو ندخل في مكان تشوف عنده كله مكاين وأجهزة ويتعامل، فتحس إن في جانب عملي موجود وجانب ان هناك، فحسيت ان هذا لابد يكون عندي انا نفس الشعور، انه يكون عندك طموح انك انت يكون لك بصمه في المجتمع، والحمد لله هم كان لهم بصمه، فاعطانا ان احنا دافع ان انا كذلك انه يكون لنا بصمه فيه. الأثر اللي ترك فيني المجلس الاستشاري يمكن تحدي جديد من تحديات الحياة، لما أعلن عن موضوع الانتخاب، لما أصدر القرار من صاحب السمو الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لنداء لأبناء الإمارة بأن يكون هناك ترشيح للانتخاب في المجلس الاستشاري. حقيقة أنا قلت هذا تحدي جديد من تحديات الحياة، أنه أنا كيف أدخل هذا التحدي الجديد. والحمد لله لما دخلنا في العمل البرلماني يمكن أعطانا، نحن ما كان عندنا هذه الخلفية العملية البرلمانية وكيف أخوضها وكيف أتعامل معها، كيف أحاول أستقطب يمكن أنا يمكن قلتها كلمة حتى في اللقاء مالي في الانتخابات، أنه هي الانتخاب أنت ما تركته من أثر في حياة الناس، سلوكك وأخلاقك ومعاملاتك ومعاشراتك مع الناس هي تخلي الناس أن تختارك أنت كشخص تمثلهم في هذا المكان البرلماني، وأن تطالب بما هم يريدون من الحكومة، والذي من خلاله أنت تدعم الجانب الاستراتيجي والعمل البرلماني في الإمارة وتطوير الإمارة، وكذلك قدراتك العلمية، قدراتك العقلية، قدرات هاي روحها جانب
الإنسان الحمد لله البصمة موجودة، يمكن نحن في وجودنا في عملنا والنتائجنا اللي حققناها على مستوى المؤسسة اللي احنا كنا نعمل فيها، حصولي على المركز الأول في العمل في جائزة التميز في مواصلات الإمارات، مشاركتنا المجتمعية مع الناس، تفاعلنا، يمكن أنا كذلك يعني رحمة الله عليه عمي كان أول عضو، أول مجلس وطني على مستوى الدولة كان هو عضو من هذه الأعضاء، كذلك هذا نحن يعني أعطانا نحن لابد نشارك ونساهم، نضع بصمة في هذه الإمارة وفي هذه الدولة الذي يخدم بلدنا فيما هو إيجابي وتطوير العمل في المؤسسة أو في الإمارة. حقيقة يعني في المجلس الاستشاري البصمة اللي نحن يمكن مشاركتنا فيها قدمنا كثير من المبادرات في المجلس الاستشاري، تم مناقشة عديد من الموضوعات العامة المتعلقة في إمارة الشارقة مع رؤساء الدوائر، من ضمنها شرطة الشارقة، تم مناقشة حالات الغرق اللي تصير على الشواطئ اللي في الإمارة وفي مدينة خورفكان، لابد يكون هناك اللي هي وحدات طوارئ للحالات الغرق الموجودة. وحقيقة شرطة الشارقة مشكورة، قامت مباشرة في هذا العمل وحدات طوارئ حول الشواطئ تم تنفيذها من قبل شرطة الشارقة. كذلك تم مناقشة دائرة الأشغال في إمارة الشارقة، وتم اعتماد الطرق الداخلية في الإمارة وتم اعتمادها في مدينة خورفكان من خلال مناقشتنا معهم في المجلس الاستشاري. حاليا في منطقة اليرموك ومنطقة اللؤلؤية ومنطقة الزبارة من خلال المجلس الحمد لله تم اعتماد هذه الطرق الداخلية. كثير من النقاط في كذلك الإسكان، تم مناقشة الإسكان بالنسبة للشباب في الإمارة، فتح فرص عمل للشباب في مدينة خورفكان من خلال مناقشتنا إلى الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وعلى أساس كيف يكون هناك فتح أفرع للدوائر اللي ما تمت ما غير موجودة في المنطقة، على أساس فتح فرص جديدة لأبناء المدينة مدينة خورفكان. كثير من النقاط اللي احنا ناقشناها كذلك عندنا يعني في الموازنات العامة، نحن كلجنة يمكن لجنة الاقتصادية والمالية في الإمارة، تم اعتماد الموازنة العامة ومناقشتها مع الدائرة المختصة لتطوير الجانب المالي في الإمارة، وهذا كله طبعا من خلال وجودنا في المجلس الاستشاري. وطبعا هذا واجب علينا نحن نقدمه، لأن يمكن نحن مهما قدمنا من عطاء في إمارة الشارقة لن نوفي حق والدنا الدكتور سلطان محمد القاسمي مما يقدمه لنا احنا كشعب في إمارة الشارقة وفي مدينة خورفكان من جهود جبارة في هذه الإمارة الطيبة إمارة الشارقة وفي مدينة خورفكان. وحقيقة نشكر والدنا الدكتور سلطان محمد القاسمي على عطائه معانا، ونحن يمكن محظوظين أن نكون في هذه الإمارة الطيبة بوجود هذا الحاكم الله يطول بعمره، بما يقدمه لنا ولهذه الإمارة من حب وعطاء غير محدود. البصمة اللي تركتها يمكن في العمل التطوعي في نادي خورفكان الرياضي، طبعا سعادة جاسم النقبي يمكن طلبني أن أقول أن أمسك المراحل السنية، وأنا كنت على استعداد لأن هذه الأبنائنا وهذه مدينتنا، إيش نستطيع نحن نقدمه لهذه المدينة لهذه الإمارة الارتقاء بالعمل الرياضي في الإمارة وفي مدينة خورفكان. حقيقة وضعنا خطة استراتيجية يمكن أنا والمدير الفني لمدة 3 سنوات للارتقاء بالعمل في المراحل السنية في نادي خورفكان. من ضمن خطتنا الاستراتيجية بداية تم انطلاق اللي هي
عملنا مشروع أول وانطلاقة اللي هي في عملنا في الصيف بطولة مواهب خور فكان الأولى 2017، من خلالها اللي اختيار المواهب الجميلة اللي تدعم الفرق في المراحل السنية من لاعبين موهوبين. يمكن نحن نحظى في هذه المدينة بمواهب رياضية كروية جميلة، يمكن سبق أن كان هناك لاعبين مميزين في منتخب الإمارات، خليل غانم، مبارك غانم، عبد الله سلطان، كان عديد من النجوم اللي ظهروا من هذا النادي، نادي خور فكان. والآن نحن خلال البطولة هذه اللي تم تنفيذها في فترة الصيف حقيقة اكتشفنا مواهب جميلة جميلة جدا راح تكون داعمة وراح نسقلها من جهود. وبالإضافة نحن عندنا تم إعداد خطة استراتيجية واضحة من خلال تثقيف اللاعبين في الجانب الرياضي الصحي، كيف يتعامل مع القوانين الموضوع من اتحاد كرة القدم، كذلك الجانب السلوكي، التعامل مع اللاعب لابد يكون أخلاقياته وتعامله وسلوكه، لبسه، قصته، تعامله، هذا كله لابد يكون عملنا له منهجية خاصة في الفترة القادمة. بالإضافة للتثقيف الصحي، يمكن هذا التثقيف الصحي يمكن أنا قعدت حتى قعدنا من خطتنا الاستراتيجية مع الأخصائيين العلاج الموجودين في نادي خور فكان، لابد نحن نعمل فحص دوري للاعب، نشيك على الدم، على الحديد، الكاس، كل هذا ليش؟ لأن أنت يهمك، وكذلك بالنسبة للإداريين أنه ياخذ شهادة اللاعب هذا اللاعب ويطلع على مستوى، إذا كان مستوى جيد نحن نحمسه ونشجعه نكرمه أن هذا اللاعب مميز في دراسته، مميز في 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 لعبه في النادي. بالإضافة اللي عنده نزول في درجاته في المواد الدراسية يتم التنسيق مع مجلس أولياء الأمور في هذه المدينة، وتم التنسيق والاجتماع معهم أنه يكون في تنسيق ما بيننا لعمل دروس تقوية للاعبين لتطويرهم من الجانب العلمي في هذه المرحلة. البصمة اللي أثرت فيني في مواصلات الإمارات يمكن روح التحدي اللي موجود في مواصلات الإمارات. يمكن نحن في مواصلات الإمارات لنا شخصيتنا التبارية من ناحية إدارية ومالية مستقلين، أعطانا الفرصة أن هناك روح التحدي والمنافسة للارتقاء بالعمل. يمكن أنا لما دخلت في مواصلات الإمارات دخلت في العمل يمكن كان في سنة 97، والاصطاف اللي كان موجود كلهم كانوا كبار في السن، يمكن أنا دخلت الشاب الوحيد، وفي شاب موجود ولكن كان في ذاك الفترة يمكن كان هو عنده استعداد أنه يطلع يروح العسكرية. فهذا أعطاني تحدي أنه أنا لازم أثبت ذاتي وأن أنا يعطيني القدرة على النجاح. ودخلت أنا ذيك الفترة كان مسماي الوظيفي يمكن كان اللي هو مساعد مراقب محطة، دخلت في شهادة الثانوية مو دخلت في شهادة الجامعية، وهذا كذلك أعطاني أكثر تحدي أنه أنا أثبت ذاتي للنجاح. في ذيك الفترة طبعا حقيقة من الناس اللي تركوا البصمة الكبيرة فيني واللي هو سعادة المدير العام سعيد الشارد في ذاك الوقت، كان زياراته لنا الدورات اللي احنا دخلناها معه يدعمنا دائما بالجانب الإيجابي، وهذا أعطانا قوة أنه إحنا يعني أنا قبلت التحدي في ذاتي. كذلك لما جانا في ذاك الفترة اللي هو الدكتور عبيد الزعابي، حاليا يعني هو كان سابقا مسك هو مدير فرع عندنا في الإدارة، أعطاني جانب إيجابي وقال لي أبو سعود أنا أبغيك تثبت وجودك، أنت الشاب الوحيد اللي موجود عندنا من الشباب ونبغيك تثبت وجودك، يعني أنك تكون عندك بصمة وأداء. قال لي أنا أبغيك عندي، يمكن لما كانت وظيفتي في ذاك الوقت أنه منسق إحصاء، قال أبغيك منسق إحصاء متابعة في الإدارة أو منسق شؤون الموظفين. حقيقة قلت له أعطني فرصة أنا يمكن أستخير أو أفكر في هذا الموضوع، لأنه طبعا أنا وظيفتي تختلف، يمكن بحكم أني أنا أشوف نفسي يمكن ميداني أكثر من ما أكون إداري داخلي، لأن مساعد مراقب اللي هي في الإدارة أكثرها ميداني تقريبا.
فطبعا في ذاك الوقت سبحان الله جات الفرصة والحمد لله حققت نتائج جيدة في الإحصاء وأثبت وجودي ومسكت الإحصاء والمتابعة. جات فرصة أنه الأخ اللي كان بيطلع بيروح العسكرية طلع، ظل هناك شاغر موجود اللي هو رئيس قسم المواصلات المدرسية. بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك عندي تحدي أن أنا أكون ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم سعادة الدكتور عبيد كان حقيقة له بصمته علي من ناحية الإيجابية اللي دائما كان يعطيها لي، وحققت نتائج وترشحت أني أنا أمسك رئيس القسم بالإنابة. في هذه الفترة، في الفترة اللي أنا مسكت فيها بالإنابة في 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 مواصلات الإمارات، حققت نتائج على مستوى الدولة في جائزة التميز لمواصلات الإمارات المركز الأول، وهذا يعني أعطاني أكثر إيجابية أنه أنا أتحمس أكثر في العطاء، صار عطاء يمكن أكثر من هذا، وحققنا الأول في السنة الدورة الثانية في الإنجاز، والسنة الثالثة حققنا الثاني كذلك، وحققنا في مؤشرات قياس الأداء على مستوى المؤسسة نتائج إيجابية. وكان حتى مدراء الفروع، مدير رأس الخيمة يكلم مدير فرع الساحل الشرقي في ذاك الوقت، أستاذ عبيد طبعا طلع وجد فرصة أفضل من المؤسسة، كان موجود مديرنا أستاذ محمد سهيل. أنا يعني مدير فرع رأس الخيمة يقول لي أنا جايب رؤساء الأقسام عندي في مواصلات الإمارات رأس الخيمة، نريد نعرف إيش العمل اللي ينجز في مواصلات الإمارات اللي هو قسم المواصلات المدرسية في الساحل الشرقي. تميزكم على مستوى المؤسسة بشكل عام يذكر هذا القسم. أضافت إلي مواصلات الإمارات اللي هي الإبداع والتطور في المؤسسة. يمكن هذا الروح موجود في المؤسسة أعطانا الإيجابية أنه إحنا نعمل بإبداع وإيجابية أكثر. يمكن هذا الشيء يمكن على مستوى الدولة الله يطول بعمرهم، حكومتنا دائما تسعى لأن تكون رقم واحد، نحن كذلك في مواصلات الإمارات نسعى أن نكون رقم واحد في كل شيء. مواصلات الإمارات حاليا في طور أن يكون هناك حافلات ذكية توصل رسالة لولي الأمر بسلامة أبنائهم وصولهم سليمين، هي من خلال تركيب أجهزة كاملة في كل الحافلات، مجرد ركوب الطالب هناك بطاقة يركب الطالب الحافلة تطلع مسج مباشرة لولي الأمر أنه الطالب ركب هذه الحافلة، بالإضافة كذلك في نزوله إلى بيته يوصل المسج، نزوله إلى مدرسة كذلك يوصل المسج. كل هذه الآلية تعطي طمأنينة لولي الأمر أنه وصل ولده بسلام. كذلك أنه إحنا حالياً رقابة على الحافلات، نحن كمؤسسة مرتبطين بالمواصفات والمقاييس المعتمدة من هيئة المواصفات، كل المواصفات من إجراءات السلامة موجودة فيها، كذلك التزامنا بكل المؤشرات المطلوبة. نحن وجود المؤشرفة كذلك داخل الحافلة لسلامة أبنائنا الطلبة. والله نحن دائما طموحنا كبير في سواء في المؤسسة أو على مستوى الدولة، نحن طموحنا كبير أن نكون دائما نقدم خدمة جميلة لعملائنا، وأن نكون إيجابيين في عملنا، ونعطي العطاء اللي نرضي فيه أول شيء الله سبحانه وتعالى، ثم نرضي أولياء أمورنا وحكومتنا أنه إحنا قادرين لتغيير الواقع للأفضل، وأن تكون مواصلات الإمارات مثل يعني هي الرقم واحد في تقديم خدمة النقل المدرسي على مستوى الدولة. وكذلك أنه إحنا دائما يعني الآن صار عالم التكنولوجيا، نتمنى المؤسسة أن تسير في هذا السير وتهتم فيه أكثر، وأن يكون هناك إبداع غير عادي لتطوير هذا العمل الجانب اللي هي الإلكتروني والذكي للتواصل مع المجتمع، ونتأمل أنه كذلك المجتمع يتقبل هذا الجانب وأنه يكون فيه إيجابية في العمل مع المؤسسة.